السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أولى حلقاتنا في سلسلة أخطاء مراكز وأقسام الشرطة، ونحدد بالأخص الأخطاء الشائعة فيما يخص مجال التحريز. طبعا الفئة المستهدفة هي طلاب كلية الشرطة، طلاب كلية الحقوق، السادة صغار الضباط، السادة أعضاء النيابة العامة، السادة المحامين، وطبعا بينعكس الأمر على القضاء المصري. فكلنا كما نعلم في دائرة واحدة وفي بوتقة واحدة، ولابد من تحقيق العدالة الناجزة، فاللهم أعنا على إحقاق الحق. من ضمن الأخطاء الشائعة في أقسام ومراكز الشرطة، ده طبعا بيحصل مع البعض مش مع الكل، لأن احنا طبعا عندنا ضباط أكفاء ومؤهلين تأهيل عالي من كلية الشرطة المصرية، طبعا والجميع يعلم هذا الأمر، لكن احنا كلنا بنتلافى الأخطاء الشائعة حتى نصل إلى مراحل أعلى ومتطورة. ولا شك أن أولى مراحل التحديث هو تدارك الأخطاء وعدم التمادي بها حتى لا نصل إلى مراحل متأخرة، بل نصل إلى مراحل متقدمة ونكون في مصاف الدول المتقدمة في المجال الأمني. وكما نعلم أن مصر هي من أولى الدول المتقدمة في المجال الأمني بفضل الله تعالى. اللهم أعنا على إحقاق الحق وتحقيق العدالة الناجزة. نجد في أقسام ومراكز الشرطة أن المنوط به إجراء عملية التحريز هو السيد ضابط الشرطة، ولكن نجد البعض يكلف المجندين بإجراء عملية التحريز ويثبت في المحضر أن السيد الضابط هو من قام بإجراء عملية التحريز، وهذا على غير الحقيقة. من ضمن الأخطاء الشائعة نجد ضياع الأحراز، نجد العبث بالأختام، نجد ترك الأحراز عرضة للعبث بها، وكل من تسول له نفسه أن يستولي على بعض الأحراز. فهذا أمر طبعا لا شك أنه أمر جلل وأمر خطير وأمر جسيم، فهي أمانة في أعناقنا. نجد أن البعض يسيل الأموال النقدية رغم إثباتها في محضر الضبط بأرقام، وهذا طبعا يخالف القانون ويعرض من يقوم بهذا الأمر للمساءلة القانونية. نجد أن من يحمل الأحراز إلى النيابة العامة ليعرضها على النيابة العامة بعض الأفراد، علما بأنه هناك مختص منوط به حمل الأحراز وعرضها على النيابة العامة. هذا أمر مختصر وموجز في هذه الحلقة كتمهيد للأخطاء الشائعة فيما يخص مجال التحريز في أقسام ومراكز الشرطة، ونرجو أن نكون قد أجزنا. وأنا لا أحب أن أطيل، ولا أحب أن يكون كلامي به إسهاب ممل ولا إجاز مختصر ويقلل من الهمم، بل أرغب دائما في كلمات أن تكون موجزة لكن لها ثقل وتصل إلى حضراتكم بشكل قوي ومؤثر يساعدنا على إحقاق الحق. فاللهم أعنا على إحقاق الحق. كان معكم المستشار تامر فهمي، انتظروني في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى.